السلام عليكم ورحمة الله أحبائي. اليوم غادي نقدم لكم واحد المخمار أو شياب، الصراحة تيجي هكذا سهل في التحضير، في الطريقة ديالو ما فيش المقادير بزاف، ونفس الوقت كيجينا لذيذ. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتنبيض ديالكم. نمروا للطريقة والمقادير ديال هذه الوصفة. نمروا للطريقه نفس الوقت والمقادير. كيف كتشوفوا هنايا، انا ضفت هنايا ضفت 500 غرام من الدقيق، هذا الفينو، هذا اللي كيكون بحال المكا الاحرج. ضفت 500 غرام من الدقيق الابيض، درت الخميره كتبقى على حسب الجو. هنا انا درت 40 غرام، ضفت ملعقه صغيره من السكر، وضفت هذا الملح، الملح كيبقى حسب الذوق. هذا المخمر هذا او الشير الصراحه كيجينا في هذا الوقت ديال الحال بارد، كيجينا الصراحه زوين بزاف وكنحتاجو. كيف كتشوفوا ضفت هنايا الماء، غادي نبدا العمليه ديال العجن. هذا المخمر هذا كيبغي يجينا بحال ما هكذا، يجينا خفيف في العجينه ديالو، ما كيبغيش يجينا ثقيل بزاف، باش كيجينا خفيف ورطب بحال ما هكذا في الماكله ديالو. كنضيف الماء حتى يتجمع ليا هذا العجين. كنحصلوا على واحد العجين لين ومتماسك، وكيكون نفس الوقت مدلوك مزيان. كيف كتشوفوا حتى نحصلوا على واحد العجين بحال ما هكذا، تيكون لين وما كيجيناش بحال ما هكذا قاصح. غادي نترك هذا العجين حتى كيتضاعف الحجم ديالو، ونكمل معكم ان شاء الله الوصفه. كيف كتشوفوا بعد ما خمرات ليا بحال ما هكذا، كيتضاعف الحجم ديالها، كتجينا بحال ما هكذا. غادي نعملها كيف كتشوفوا واحد النبيبلات. صراحه هذا المخمر كيجي ساهل في التحضير، ونفس الوقت كيجينا لذيذ بزاف. كنعتذر على هذه الاضاءه، عندنا الجو اليوم مغيم بزاف، واخا شاعله الضو، دايره واحد البولا عاوتاني حدايا هكذا، والو ما كيبانش زعما الاضاءه واضحه. كيف كتشوفوا غادي نعمل واحد النبيبلات بحال ما هكذا، على حسب هانتوما كيف كتشوفوا. عفوا، على حسب نتوما هذا السمك اللي كتبغيو بحال ما هكذا، كتبغيو زعما كبيره ولا صغيره. انا غادي نعمل بحال ما هكذا القياس هذا. دهنت سطح العمل بحال ما هكذا بالزيت باش ما تلتصقش ليا هذا العجين، صافي. وغادي نبقى على هاد الطريقه حتى غنكمل هاد الوحدات ديال هاد الكرات اللي عندي ديال العجين. كيف كتشوفوا بحال ما هكذا تنحصل على واحد العجين كان بحال ما هكذا، كنكمل هاد الوحدات اللي عندي ديال العجين. وغادي نبدا مباشره، غادي نبدا كنفرد العجين، وكنفردو كنرشو بالزيت، وكان هذا كنطهيه في المقله تكون بحال ما هكذا ثقيله. كيف كتشوفوا غادي نفرد العجين بحال ما هكذا. بحال ما هكذا كيف كتشوفوا. كيف كتشوفوا بعد ما فردتها غادي نرش المقلاه بحال ما هكذا بالزيت، وغادي نضيف العجين بحال ما هكذا كتشوفوا، حتى غادي نحصلوا على واحد بحال ما هكذا، غيطلعوا لينا واحد النبيبلات من الفوق.
كتشوفوا بداو تيتشكلوا لينا هذوك الفقاعات او النبيبلات من الفوق بحال ما هكذا. صافي، وكنرش عاوتاني مره ثانيه من الفوق بحال ما هكذا. غادي نقلبها على الوجه الجهه الثانيه، عفوا. كتشوفوا الصراحه كيجي ساهل ونفس الوقت كيجينا رطيطب وكيجينا لذيذ بزاف. كنبقاو بحال ما هكذا مره مره بحال ما هكذا، كنديروها باش كتجينا محمره بحال ما هكذا كامله، كتجينا متساويه. كيف كتشوفوا تتنحصلوا عليه بحال ما هكذا، كيجينا هكذا محمر. صافي، ونزولوها نفس الطريقه بحال ما هكذا مع استعانه بحال ما هكذا الرش بالزيت من الفوق باش كتحمر لينا. حتى سيطلعوا لينا واحد الفقاعات عاد تنقلبوها باش كتجينا هكذا حتى في المنظر كتجينا زوينه وكتجينا بحال ما هكذا. هاد المخمار او الشياب اللي بالزيت كيجينا محمر كامل. نقلبها هكذا كتشوفوا. انا غنستمر في هذه العمليه هذا ديال الطهي ديال هذا الشيال او المخمر حتى نكمل هذه الوحدات كامل اللي عندي ديال العجين، ونكمل معكم ان شاء الله الوصفه. شوفوا كيفاش غيجي في الاخير. عفوا، كنبقاو دائما على هذه الطريقه باش كيتحمر لينا من الجوانب كامله الوسط. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. الصراحه كيجي ولداد لداد لداد وخفاف، ونفس الوقت كيجيو ساهلين دغيا تيتحضروا. ما تقريبا انا ما قل من ساعه صراحه ما بين هكذا الطريقه ديال التحضير ديالهم العجينه ما بين الخبيز، زعما دغيا كيتحضروا منه، وكنحتاجوهم بزاف بزاف في هذا الوقت ديال الشتاء. الصراحه كيجيونا مزيان، كنقدروا نقدموهم مع العسل بحال ما هكذا مذوبه مع الزبده مع هذا الكونفيتير مع هذا. كل واحد المهم كيبغي الزيت البلديه. الصراحه كيجيونا لذاد بزاف، وكنتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتنا الرضا ديالكم، وكنتمنى هذا الدعم ديالكم والضغط على لايك. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم. وبالصحه والراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله.